يقول: تجري عادة عند بعض الأشخاص المشتغلين بتربية المواشي، وهي إجراء عملية الخصي للذكور منها رغبة في تسمينها، وذلك بعدة طرق كلها تصدر ألما للحيوان، فهل هذا جائز أم لا؟ كذلك عملية الوسم، أي وضع علامة على أذن الحيوان بحرقها بالنار أو قطعها ونحو ذلك، مما يسبب ألما شديدا له، فهل في ذلك إثم على فاعله أم لا؟ يجب الإحسان بالحيوانات وعدم إلحاق الضرر بها وما يؤلمها من غير مصلحة شرعية، ويجب الرفق بها والإحسان إليها. أما مسألة خصي الحيوان لأجل تسمينه أو مثلا وسمه لأجل يعرف إما بقطع أذنه أو كيه أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بذلك، لأن هذا لمصلحة، لأن فعل هذا لمصلحة، لكن عليه أن يستعمل مع الحيوان في إجراء هذه العملية الأسهل، ولا يستعمل في طريقة الخصي أو طريقة الوسم الطريقة المؤلمة التي تؤذي الحيوان بدون فائدة، على أنه يحرم عليه أن يجعل الوسم في الوجه، يتجنب وجه الحيوان فلا يسمه لا بكي ولا بقطع ولا بضرب ولا بغير ذلك، لأنه منهي عن ضرب الوجه والوسم في الوجه. أما الوسم في الأذن فلا بأس بذلك، سواء كان بقطع طرف منها أو خرقها أو كيها بنار، لا بأس بذلك لأنه مصلحة، لكن عليه أن يستعمل الطريقة المريحة في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا.